مالك الطايف عن الائتلاف التونسي بكندا يعني قبيلة شوية وفات الجلسة، والقاضية معناها قررت أنها تاخذ وقت باش يعني تاخذ القرار نتاعها، والوقت هذا ممكن يمتد لأسابيع. أنتم في الائتلاف التونسي بكندا اليوم عملتوا ندوة صحفية سعد، كان ذكرنا اليوم بالكلام اللي قلتوه. والله الندوة الصحفية هو الائتلاف التونسي بكندا معناها القرار نتاعنا ولا ليني ديريكتريس نتاعنا انه ما اون انترفير با في البروسيسوس جوديسيير هذا، معناها اون ريسبكت لو دووار تاع حسن ترابلسي انه الى بوكو لا جوستيس، ولكن احنا الهدف نتاعنا اليوم سي تفكير الحكومه الكنديه بلي زوبليغاسيون نتاعها، معناها اللي هما خاصة حاجتي اللي هما لو جيل دي زافوار، معناها نتاع لي بيان تجميد الاموال والممتلكات نتاع حسن ترابلسي وعائلته. والموضوع الثاني هو طلب الترحيل، اللي هو معناها الحكومه التونسيه قدمت دوسي في المواضيع هذم الزوز، والحكومه الكنديه تو لا تحركت في المواضيع هذه ولا لا اجي بطريقه غير شفافيه بالمره. وحسب اخر المعطيات والاخبار اللي عندكم في الموضوعين هذوما شنو فما جديد؟ يعني سمعنا انه الحكومه الكنديه قبل شهرين او ثلاثه وصلت حتى طالبت حسب بعض وسائل الاعلام بجزء من الممتلكات هذه، هل ثم جديده حسب معلوماتكم؟ والله سمعنا بالحكايه هذه معناها كنا معناها بهتنا في بالطريقه هذه اللي تعاملت بها الحكومه الكنديه في الموضوع هذا، معناها كيفاش حكومه كيف كندا اللي هي معناها ال سبورت لي بروسيسوس دو ترانزيسيون ديموكراتيك وغيره، ومن بعد تمشي تتناقش وتنيغوسي مع حكومات كيما الحكومه التونسيه باش تاخذ البعض من شطر من الممتلكات تاع حسن ترابلسي. حسب ما سمعنا فما نيغوسياسيون صارت، حسب ما سمعنا انه الحكومه الكنديه طلبت 50% من الممتلكات اللي باش تقعد هنا، ومن بعد ممكن سمعنا انه هبطوا حتى لل 10%، معناها البروسيسوس هذا الكل صار بطريقه غير شفافه حتى طرف مشبوهة غريبة، خاطر معناها كي تقارن هذا بالتصرف تاع الحكومة الكندية في الموضوع نتاع أملاك القذافي مثلا. أملاك القذافي جمدوا عايد الكل أملاكها تجمدت جمعة ولا جمعتين بعد ما صارت، معناها تراو اللي فما معايير مزدوجة، فما معايير مزدوجة وممكن فما خاصة مصالح مختلفة زادة، معناها مصالح كندا في ليبيا ماهيش كيما مصالح كندا في تونس، وممكن هذاك ينجم يكون واحد من التفاسير، معناها فهمت من غير ما واحد يعمل دي بروسيد انتونسيون. باهي، واليوم بعد الجلسة نتاع اليوم شنو انطباعك معناها حسب ما تابعت؟ يعني شنو هل تتوقع انه القاضية باش تقرر الغاء الإقامة الدائمة نتاع ترابلسي؟ والله هو راهو المشكل حتى كان القاضي قررت الغاء الاقامه الدائمه كما قال قبيل معناها الافوكا نتاع الكورون، معناها حتى كان يصير الغاء نتاع الاقامه الدائمه نتاع حسن ترابلسي وعائلته عنده معناها مطلب لجوء سياسي اون باراليل، ومطلب لجوء سياسي نجم يقعد اسابيع ولا اشهر ولا حتى سنين، معناها صارت في حالات اخرى وشفناه، معناها الحكايه نجم تتمادى ياسر. الغريب في الامر كما قلت لك هو انه كيفاش الحكومه عندها لي زوتي الكل، معناها عندها نص قانوني خرج في مارس العام الاول مارس 2011 لتجميد الاملاك نتاع العائلات هذيا لي فامي كورومبي ولا لي ديريجون كورومبي، ان با اجي معناها في الكام تاع حسن ترابلسي باستعمال الزوتي هذاك، والحاجه الثانيه هو المانداد داري انترناسيونال اللي هو اعلى من كل حاجه، معناها حتى اللي ابليكابل حتى للسيتويان كنديان دو سوش، اذا كان فما مانداد داري انترناسيونال من فما مانداد ريشيرش نتاع انتربول الحكومه لازم تطبقه، معناها يعني هل الائتلاف الكندي في تونسي عفوا في كندا هل ناويين تقوموا بتحركات جديده في الموضوع هذا؟ والله احنا الموضوع هذا بدينا راهو نتبعوا فيه من جانفي، معناها من اللي جاء بالحسن ترابلسي وعائلته، الموضوع هذا نتبعوا فيه هو من المواضيع الحساسه والمهمه جدا بالنسبه للائتلاف التونسي بكندا، وايفكتيفمون معناها قاعدين معناها حسب التطورات نتاع الموضوع باش نحاولوا احنا نبدلوا معناها اون ادابت استراتيجي نتاعنا. شكرا على الموضوع هذا. شكرا بارك الله فيك.